تحياتي لكل الحبايب، بتمنى تكونوا بألف خير. موضوع الانحلال الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي صار كتير معروف، ولكن لازم نتعرف على رموز الانحلال الأخلاقي. يعني بمعنى إنه بتلاقي في مرة هي رمز العفة، رمز الثقافة، دارين حسن اللي هي رمز الانحلال الأخلاقي، هي عبارة عن ناشطة اجتماعية لقضايا المرأة. قبل ما نتعرف على أهداف هالناشطة، إذا كنتوا عم تتابعوني لأول مرة اضغطوا على لايك وفجروا زر الاشتراك وكتبوا لنا آراءكم على هذا الفيديو وشاركونا فيه. وهلا خلونا ندخل بالموضوع. حياتك الخاصة، نحن شو لنا علاقة حبيبتي؟ أنا ما عم بشرح لك أنا كيف مارست حلو الجنس، كتير ما شاء أنا الله عم عليك. بشرح لك حلو، وأعلن بفخر أنا مارست الجنس لأكسر التابو، لأكسر التابو. أنا ما عم بشرح لك حياتي الخاصة كيف عملته وشو الوضعيات وشوف كيف مارست شكله، بكل فخر. ما عم قلت لك هذا الحكي. أنا قلت لك أنا لا احكي لنا مارست على الجنس الوضعيات، الخاص يعني اذا بأي ما شرحتي لنا مكان أنا الوضعيات مارست الجنس. صعب نفهم ليش انت شو مارستي. ما في واحدة فيكم يا بنات وشباب بتمنى افتح تفتحوا قلبكم، قلبناك اكتر شباب من هيك. ما في واحدة فيكم إلا وانسألت عفوا وجاوبت منك، يمكن الحب. فتحت قلبي كتير. هذا الرعب، هذا هاي الرعب الإنسانة هاي قضيتها في المجتمع، حاولت تفسد كل الناس. شوفوا شو كتبت: مارست مع رجل صاحب فكر وجسد جميل وهي لم تشعر في العار. يعني عارفة انه هذا الموضوع هو عبارة عن عار، ولكنها لم تشعر بالعار، حست بالقوة. وطبعا ما في داعي انه ترتبط معه، يعني انه خلاص هي الحرية والمساواة اللي عم تشتغل عليها هي المرأة. والله منيح، مسخرة. شو بتحبي كمان؟ اشرحي لنا اكثر، اشرحي لنا. بس كتير كتير كبير. الشباب ما بيحب ما 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 بيحسوا فيها هاي الشغلات، ما بيحسوا فيها. ليش ما معلش بنحس اعذرني، فيكي؟ لا ليش؟ ما بتحس ليش فيها، نحن ما بنحس لذلك فيكي؟ انا ليش؟ بقول كل بالعكس، السهولة انا اكثر الشباب واحد حاسس المزاج فيكي، وليش عم تشمي حاسس تشمي لانه انه يا معتبرك حبيبي انت جسدك بريفليجد، انت بهذا عمومي. المجتمع انت عندك صلاحيات ومميزات. صلاحيات؟ انت وين اذا قلت هالصلاحيات لبنت انك والميزات؟ انت وينها؟ نزمت مع واحدة قبلها، بالعكس، انا اكثر انسان حاسس فيكي. يعني هي الانسانه انا ما احكي عليها انسانه، يعني اذا حكيت عليها انسانه احكي عليها حيواني، راح يزعل الحيوان. يعني صعب، الحيوان بالعكس يمكن عنده عفه وخجل اكثر منها. ما اعتبره جسد كثير رخيص. هي المساواه اللي عم تشجع عليها، يعني المساواه اللي عم تطالب فيها هي ممارسه، بس مارست بتحس بالقوه. هاي هي القضيه اللي حاملتها بين اكتافها. المشكله انه هي كتبت انه انا لا اشعر بالعار، يعني عارفه انه هذا الموضوع موضوع عار، موضوع زنا، عارفه. فطالما عندي ميزات وصلاحيات كثيره، فبحب اسالك شو هو اللون المميز لك؟ اكثر لون بتحبيه؟ يعني سمعينا يعني بعد انا اذنك. شكل كيلوتي هلا، لحظه شوي، رمادي، بتعودي شكل كيلوتي مباشر رمادي، مباشر ف طلعت على ما بظن كمان الكيلوتي، انه عيب انك تقولي يعني ما فهمتني بتنشري غلط. الغسيل يعني تبعك. انا بدي بس انه شو انا اللون بحاول مره المفضل لك؟ طلع اللون كليتك مره المفضل تكون له هو اعاده كمان تجنيس الكيلوتي. للمراه. يعني متعودة دايما. يا اخي هي صاحبة خبرة، في عندها خبرة، يعني بتسألها على اللون بتطلع الكيلوت، في خبرة بالموضوع. يعني انت ما وقفت انك تنشري غسيلك ولا تنشري كيلوتاتك، يعني انت نشرتي افكارك ووساختك على كل مواقع التواصل الاجتماعي، صرتي مشهورة، يعني ما ضل غير تحطي رقمك تحت. عمومي، مستعدة، دائما مستعدة للممارسة. وقفت انك تنشري كيلوتك؟ ما انت فرجتينا شو لون مميز لكيلوتك. الشيء اللي بيفاجئك انه اعتبروا هاي الانسانة بطلة، بطلت بمواقع التواصل الاجتماعي. عديدة تفرجي. تخشى المرأة العربية الحديثة عنها، لكن بطلة قصتنا هذه صار اسمها بطلة، وهي المذيعة اعطتها وقت كتير. شو أفكارك؟ شو أهدافك؟ شو هي القضية؟ شو هي الأمور؟ فعلت معها، يعني النسوان فهمانين على بعض. يعني هي صار اسمها بطلة لأنه عالجت قضية عجز العلماء عن حلها. علماء الممارسة خجلوا يحكوا فيها. قضية كبيرة بين كتافها هي. المجتمع جد صار كتير تافه. يعني بكل شارع بإمكانك تشوف مجرى أو كهريز، هاي وحدة منهم تعمل غسل دماغ للناس بهالأفكار الوسخة. تفاجأت منه إنه عم تحكي إنه في ناس أيدوها وفي ناس ضد هالفكرة هاي. ولكن أنا حاولت أتابع شوية تعليقات، يعني أغلبية التعليقات كانت تعليقات ضد هاي الفكرة. أوكي، في كم تعليق يعني معتبرين إنه جسد رخيص مثله. الطيور على أشكالها تقع. تحياتي لكم والسلام عليكم.